يقام بمناسبة مرور 150 سنة على صدور أول طبع بريد مصري في 1 يناير 1866. المجموعات الموجودة ورانا دي كلها مجموعات هواة من مصر ومن دول أخرى. احنا بعتنا ل 14 دولة، 4 من أوروبا و10 دول عربية. كملنا عدد لا بأس به، اعتذر الباقي نتيجة ظروف أعياد الميلاد ورأس السنة. لكن احنا كنا عاوزين نحتفل بيه في يوم صدور الطابع 1 يناير 1866. لكن اذا كان هناك خطا او اعتذار فوجب الاعتذار للفيديو اسماعيل، لان هو اللي اختار اليوم دوت علشان يصدر اول طابع بريد مصري او اول مجموعه طابع بريد مصري. الدول المشاركه هو من مختلف الدول العربيه والاجنبيه، وفي هنا مجموعات كثيره قوي على مصر والهند والبحرين والامارات والسعوديه، ففي تنوع واسع في وده سمة المعارض كلها. يعني المعارض كلها ما بتبقاش قاصرة على دولة واحدة، بتبقى قاصرة على عدة. اللي بينظم المعرض الجمعية المصرية للطابع البريد، ودي أنشئت سنة 1929 وما زالت حتى هذه اللحظة قائمة بدون جهود تعريف الهواة كيفية عمل مجموعات طوابع وإزاي يوصل للدراسات المنطقية المعمول بها في الدنيا الهوائية. أنا شفت إن معظم المشاركة كانت بطوابع البريد، وفي كان في بعض العملات، هل تقدر تكلمنا عن بعض العملات اللي... لا، هو العملات يعني دي يعني ده بند واحد صغير قوي، ده المفروض العملات ما هياش جزء من الطوابع، لان العملات لها قصه اخرى تماما. لكن هنا اللي بيعرضوا الطوابع، والطابع قصه ان احنا نعمل الطابع ما تبقاش مجرد عرض طابع، لان الطابع دي قصه محدوده. يعني احنا بندرس لون الطابع والتغير في اللون وفي الشرشره وفي العلامه المائيه وفي استخدام الطابع ده على الظرف، الختم اللي عليه وختم بلد الوصول، وحال كان ظرف مغرم او موصى عليه او مسجل او مؤمن عليه والى اخره. فهي دراسه عميقه جدا بتتبع يعني تاريخ البوسطه المصريه.